التنمية في مركز ديشني فيه تقدم على قدم وساق، كلها في كل المجالات احنا شغالين. شغالين في قطاعات المية، مرشح المياه النقالة بالجزيرة في السربة، الشغل فيه شغال. 3 وحدات سوف يتم رفع كفاءة محطة المياه بدش من 400 لتر على الثانية إلى يعني 800 حضرتك لتر. قدمت الطلب ولا خلاص جبت خلاص الموافقة؟ الموافقات تم إصدارها، الرصف في المدينة وهو بدأ وأنتم شفتوه، 6 شوارع، محطات الصرف الصحي تم استلام المحطة رقم 4 والمحطة رقم 2 بصعيد الدشني. ندعو المواطنين انهم يروحوا يقدموا الطلبات للاشتراك عن طريق شركة المياه في الصرف الصحي. مجموعات النظافة والتجميل والتشجير انتم شايفينه، الدهانات على مختلف القطاعات، تنفيذ الخطة الاستثمارية وهي ماشية على قدم وساق في كل المجالات. كل اللي انا المناصب اللي انا كلفت به لن اتقدم للترشيح ليها ولا اي حاجه، ولا تقدمت اي حاجه، انما عملي هو ثقه رؤسائي فيه بتديني هذا التكليف، وهذا التكليف ابقى يا رب يقدرني اني انا اؤدي هذا العمل، وابقى في نظر رؤسائي قد وفيت. شكرا.